تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حول بعض الأحداث التي سبقت انطلاق مباراة الفريقين أمس. أوضح الاتحاد في شكوته تعرض المنتخب للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة ضد اللاعبين وتحديدا محمد صلاح، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم تصديقه وإرفاقه مع الشكوى.